خلصت واحدة 67 كيلومتر في الساعة. في الحقيقة حسيت بأن هناك ظلم. 67 سي با اون فيتيس اللي تخلص عليها مولطا في الناسيونال. وجدرمية تم مخبعين مورا واحدة، النية مبيتة يعني السيادة تما، ولكن كتلقى راسك فتي يعني ما كيطبق. كيقول لك اخويا انا كنطبق القانون، ايه ولكن علاش مخبع مور الشجرة؟ واحد مخبع في شي قنيات وشاد الرادار لا شاس. خص تساعدونا نبقاو نحترموا القانون ماشي نخافوا من المولطة. اللي عنده الفلوس غادي يلوح لك، غادي يمشي 120 وشنو جهدك قاعد دير؟ يلا زول له النقط، عارف يمشي يشريهم هو، باغي يجيب شي فور هو بالبيرمي ديالو ويقول له سير 120. والغريب لربما الناس اللي كنعرفهم انا عندهم سيارات من الحجم الكبير سيلندر مجهد، ما عمرو عاود لي على خلص شي مولتا. كنقول مالنا حنا، غير حنا اللي كتمشي وكت 67 كيلومتر تخلص مولتا. انا عارف. ايوا راه قالها صاحبنا، قال لك يعاودوا لنا التغبيه. ما نعرف الا كان شي واحد مسالي ومتبعني، راه انا ما غنسكتش. لا غادي نسكت، انا هابط للدرادب دونك هنايا ما كاين ما يدار. صورت هاد الجهه بزاف دونك جيبوا لها ستة حياتي.